يا مساء الحلويات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشني كتير جدا. النهارده بقى جايه لك بميزانيه حلوه جدا بناء على طلباتكم. الطلب مني ميزانيه ب 2000 جنيه للشهر كله لاربع افراد. يلا بينا نشوف عملنا الميزانيه ازاي، وازاي كمان هنشتري كل اللي نفسنا فيه، والولاد كمان هيشتروا كل اللي هم عايزينه بميزانيه بس ب 2000 جنيه. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وحط اللايك بتاعك. ولو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تحط اشتراك وتفعل الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات يا ست الكل. طلب مني ميزانيات كتير قوي، ولسه مطلوب مني ميزانيه ب 1000 جنيه في الاسبوع، فان شاء الله باذن الله نعملها مع بعض. وكل اللي عايزه تعمل اي حاجه تقولي في الكومنتات. ميزانيه النهارده مش بس هقولك على الحاجات، لا ده انا هقولك على منيو الاكل لمده 30 يوم حلو جدا، وكمان هتنوعي في بعض الوجبات وهتعملي كل اللي نفسك فيه. امين يا رب العالمين. بصي بقى، اول حاجه طبعا ميزانيه ال 2000 جنيه، انت هتاخدي ال 2000 جنيه في ايديكي. اول حاجه هتعمليها قبل ما تبداي تشتري اي حاجه، هتخرجي حاجه لله، يعني هتخرجي حاجه صدقه كده بنيه الرزق، بنيه الفرج، بنيه اللي هي الحاجه، الفلوس اللي معانا تقضينا حاجات كتير من الحاجات ديت. فدي اول حاجه هتعمليها. كمان بقى معانا شويه افكار حلوه قوي هتعجبك. اول حاجه بقى طبعا هنبدا فيها هي الفراخ. هنجيب 3 فرخات، الفرخه ب 3 فرخات عاملين 450 جنيه. هنقطعهم على 8، هنقطع الفرخه على 8 ونقسمها بقى على 4 قطع، تمام كده؟ يعني هنقسم، انا كاتباها ازاي، هنقطعها على 8 ونقسمها كل كيس 4 قطع، تمام كده؟ يعني الفرخه الواحده ونقطعها على 8، كل كيس هنحط فيه 4 قطع من الفراخ على قد عدد الاسره اللي موجوده عندنا. يعني هيطلع معانا كام كيس بقى كده؟ الفرخه هنقسمها على 2، على كيسين اسفه، يبقى هنبقى معانا 2 4 6 6 وجبات على مدار الشهر، يعني هناكل 6 ايام فراخ في الشهر. ده 450 جنيه من ال 2000 جنيه. نيجي بقى ايه للحمه. اللحمه المفرومه هنجيب نص كيلو بس، اللي هي سعرها 100 جنيه من العربيات القوات المسلحه. معرفش بقى هي اكتر من كده ولا اقل من كده، مش عارفه. لو مش بتحبيها يبقى هنجيب نص كيلو من اي جزار. النص كيلو هتلاقيه عامل 200 جنيه، تمام؟ اللي هي اللحمه الملبسه. وهنقسمها برضو على كيسين، كل كيس ربع كيلو. وهقول لك هنستخدم الربع كيلو في ايه، وهيكفي 4 افراد ان شاء الله. هنجيب 3 كيلو سمك، والسمك هنا السعر الكيلو عامل 70 جنيه. هنجيب 3 كيلو ب 220 جنيه، هنقسمهم على كيسين، يعني هنعملهم على وجبتين، وجبه في اول الشهر ووجبه كده في نص الشهر او في اخر الشهر على حسب ما انت عايزه، تمام كده؟ هنجيب بقى كرتونة بيض، وكرتونة البيض عاملة 160 جنيه، والأيام ديت في كازيون بيعملوا عليها عرض ب 150، فممكن تستني اليوم اللي هو بيكون فيه العرض وتروحي جايباه ب 150. لو 160 دي مش موجودة عندي، عارفة اللي هي وصلت ل 180 كمان، بس على حسب المكان اللي انت بتجيبي منه. نيجي بقى ايه كده، خلاص خلصنا القسم اللي هو بتاع اللحوم. طبعا البيض يعتبر معانا داخل معانا علشان خاطر هو برضو فيه نسبة من البروتين، يعني ممكن نستغنى تماما عن البروتين في اليوم دوت ونعمل مثلا بيض مسلوق وبطاطس مهروسة وهكذا، او نعمل شكشوكة وبرضو هكذا. معانا 30 بيضة نقدر نتصرف بيهم زي ما احنا ايه عايزين. ندخل بقى على القسم التاني، والقسم التاني اللي هو بتاع العطار او البقال. يعني هنجيب 5 كيلو مكرونة ان صوص، وطبعا هتكون مشكلة، كيلو المكرونة عامل 24 جنيه. هنجيب 5 كيلو ب 120 جنيه، 120 او تقريبا 120 جنيه. هنجيب 5 كيلو نصوص، يعني هيكفينا كده 10 مرات على مدار الشهر، تمام كده؟ هنقسمهم بقى نص مرمرية، نص سباكتي، نص قلم، نص مثلا لسان عصفور، نص شعرية، على حسب ما انت عايزة، وتشوفي انت بتستخدمي ايه اكتر حاجة وتجيبيها. بعد كده هنجيب 4 كيلو رز علشان خاطر يبقى متوفر عندنا طول الشهر وما نحتاجش بقى بعد كده، لان الفلوس هتخلص. هنجيب منين؟ هنجيب 4 كيلو رز، الكيلو الرز عامل 26 جنيه. هنجيب 4 كيلو ب 104، تمام؟ برضو هنقسمهم انصاص، او هتحطيهم كلهم في علبة واحدة وتاخدي بالكوباية. تشوفي انت بتستخدمي مثلا كوبايتين رز او 3 كوبايات رز في الاكلة، براحتك شوفي انت بتعملي ايه. هنجيب بقى ب 50 جنيه توابل، والتوابل هنا هنشكلها، يعني هنجيب مثلا ب 10 جنيه فلفل اسود، ب 10 جنيه كمون، هنجيب 5 اكياس ملح مثلا، هنجيب ازازة خل. هنشوف احنا محتاجين مثلا ايه التوابل اللي احنا محتاجينها، توم باودر وبصل باودر ب 5 و5، العطار بيوافق ما تقلقيش خالص. ندخل بقى على الصفحة اللي بعد كده.
كده كده صرفنا كام بقى؟ كده صرفنا 1194 جنيه، يعني معانا تقريبا 800 جنيه. 800 جنيه دول بقى احنا هنقسمهم على مدار الشهر. هنقسمهم على مدار الشهر ازاي؟ هتقسميهم على مدار الاسبوع، اسفه، على كل اسبوع هتقسمي كده مبلغ. المبلغ ده هيطلع منه بقى ايه؟ هيطلع منه البصل والبطاطس والطماطم والفلفل والخيار وكمان الفاكهه والعشاء والفطور. تمام كده؟ تمام. هنجيب بقى كمان من عند العطار ب100 جنيه. البقوليات اللي هي عبارة عن ايه بقى؟ مثلا هنجيب مثلا ربع عدس بجبة هنعمله على مرتين، هنجيب ربع عدس اصفر هنعمله مثلا سواء مثلا نعمل فتة عدس او نعمل كشري بعدس اصفر على حسب ما انت عايزه. الربع كيلو هيكفي مرة واحدة، اما العدس بجبة هيكفي معاكي على مرتين، فممكن العدس الاصفر نجيب نص كيلو ما نجيبش ربع. اللوبيا هنجيب ربع كيلو هيقعد معاكي على مرتين، لان اللوبيا بتزيد حجمها فبتبقى كتيرة قوي وبترمي معاكي كتير. تمام كده؟ بالنسبة بقى للخضار، الخضار احنا اتفقنا ان احنا مش هنجيبه كله مرة واحدة، احنا هنجيب بتاع الاسبوع بس. فالخضار اللي احنا هنجيبه بتاع الاسبوع، يعني مثلا ممكن الاسبوع ده نجيب مثلا ايه، شوية بتنجان رومي، كيلو بتنجان مثلا رومي مع مثلا ايه، كيلو طماطم مع نص خيار نص فلفل. هتجيبي بتنجان اللي هو بتاع المحشي، شوية خضرة، وهيبقى ايه عندنا الاسبوع ده؟ نعمل مسقعة، هنعمل محشي، هنعمل مكرونة، هنعمل مثلا صينيه بطاطس، وهكذا. فاهمه قصدي؟ فده الخضار اللي احنا هنجيبه. الفاكهه اللي موجوده دلوقتي ممكن نجيب جوافه سعرها حلو قوي، ممكن نجيب بلح برده حلو قوي السعر بتاعه، الموز برده يعتبر برده كويس. الحاجات دي ممكن نعمل منها عصير، مع الاضافه اللي احنا هنجيب كمان دقيق. الدقيق حلو جدا في البيت. عندنا البيض وعندنا لبن، هنجيب لبن طبعا من 800 جنيه. فهنعمل صينية كيكة، كيكة بالشوكولاتة مرة، كيكة عادية مرة، وهنقسمها على حسب ما احنا ايه عايزين. مش شرط نعمل كمية كبيرة، لا، نعمل بكميات قليلة بحيث لما تخلص نبقى نعمل تاني. الكيكة بتحطي فيها بيضاية واحدة، مش هتقولك لا، بتطلع جميلة. بيضاية مع معلقة خل مع كيس كيك شيف، بتطلع هشة كده وحلوة جدا. تنفع في الفطار، تنفع في العشاء، تنفع في طول اليوم. الولاد عايزين حاجة مسكرة بدل ما يروحوا يشتروا حاجة من بره، تبقى ديت حلوة قوي ليهم. كمان ممكن نعمل مربى في البيت. الفترة اللي جاية الفراولة نازلة، نعمل منها احلى مربى. الايام ديت برضو التين موجود، ممكن نجيب كيلو تين من ضمن الفاكهة ونعمل منه مربى، تبقى بطرمون كده محطوط في التلاجة. الولاد عايزين حاجة مسكرة ياخدوا منها سندوتش، وهكذا بقى. كل حاجة بقى زي ما انت شايفة كده، يعني مفيش اشطر من ست البيت. ست البيت هي اللي بتدبق، هي اللي بتبقى عارفة الميزانية بتاعتها عاملة ازاي، هي اللي بتعرف اللي هي تدبق هنا وتدبق هنا. يوم مثلا بواقي التلاجة، يوم اكل شعبي، يوم مش عارفة ايه، هنجيب جبنة قريش وعندنا بيض وهكذا. تعالي بقى ندخل على الوجبات. الوجبات بقى، الوجبات ديت يعني يعتبر كده مفيش اسهل منها. طول ما الحاجة موجودة عندك في التلاجة او عندك في دولاب الخزين او متوفرة عندك، هتلاقيك انت بتفكري بتفكري وتعملي منيو لنفسك. مش شرط تمشي زي ما انا كاتبة كده، انا ممكن بس هقولك شوية افكار وانت ترتبيها زي ما انت عايزة. اولا كده الوجبات ديت متنوعة، يعني فيها اكل شعبي واكل من غير اي حاجة خالص، يعني اكل بسيط ما فيهوش لحوم واكل فيه لحوم. يعني اول يوم مثلا هنعمل رز وسمك ورز صيادية وشوية سلطة، حلوين جدا. احنا جايبين سمك من الاول ومقسمينه على مرتين، يبقى مرة هنعمل سمك ومرة التانية هنشيله في الفريزر. سمك ورز صيادية وطبعا شوية سلطة. احنا عندنا الطماطم والخيار والفلفل وهكذا. ان اليوم اللي بعدين نعمل عدس اصفر في شوية فتة كده، عدس اصفر حلوين جدا وينفعوا كمان للعشاء. لو فاض منهم حاجة ممكن تعشي بيهم الولاد، بتبقى جميلة قوي وبتدف في الشتاء. تمام كده؟ يبقى كده احنا خلصنا من الايه، تاني يوم من الغداء والعشاء كمان. بالنسبة لتالت يوم، مسقعة وشوية بطاطس محمرة، الله على الجميل، قرن فلفل كده مشطشط وشوية مسقعة حلوة قوي في حلة كده جميلة، وتاكلي احلى شوية مسقعة بشوية عيش محمص او عيش طري. رابع يوم لحمة مفرومة. طبعا احنا جايبين نص كيلو لحمة مفرومة مقسمينه على كيسين. الكيس الاولاني هناخده هنعمل منه نص ربع كيلو لحمة مفرومة، هنعصجها كده ببصلتين كبار، ونعمل بقى ايه بعد ما نعصجها؟ نجيب كوسة ونعمل احلى صينية كوسة باللحمة المفرومة، جنبيها رز بالشعرية. الله بقى، الله على شوية الاكل الحلوين دول. نعمل جنبها شوية سلطة،
الليمون سعره حلو الايام ديت، لو جبت كيلو ليمون من وسط الدنيا دي كلها هتخلي لي شويه ليمون ويفضل موجود عندك طول الشهر، ليمون معصفر كده. نيجي الخامس يوم هنعمل كشري، كشري مصري حلو كده بالدقه والشطه، والله على الجمال، حاجه كده تستاهل بقك. سادس يوم هنعمل شكشوكه مع بيض مع بطاطس محمره، شويه شكشوكه هتحطي بقى 4 بيضات على حسب عدد الاسره عندك، لو انتوا 4 يبقى تحطي 4 بيضات جوه الشكشوكه، بصلايه مع فصين توم كده تحمريهم شويه، وتنزلي عليهم بقى بطماطم متقطعه مكعبات او مبشوره اللي انت عايزاه، انا كهيبه بحطها مبشوره عشان القشره بس ايه بتضايقني، بستنى لحد ما تتسبك، مع قرن فلفل كده رومي لو بتحب الحراق مفيش مشاكل، وتنزلي بقى بالبيض وتكوني بتحمري شويه بطاطس وشويه عيش بقى، الله الله. لو عندك بتنجان مخلل ماشي، ممكن بتنجان مخلل جنب الشكشوكه تبقى عسل قوي. سابع يوم كشري بعدس اصفر مع بيض مدحرج، اظن مفيش احلى بقى من كده، كشري كده بعدس اصفر، مش هناخد ربع كيلو العدس الاصفر كله، احنا هناخد مجرد بس 1.5 كوباية على 2 رز، هيطلعوا معاكي حله حلوه يقضوا 4 افراد، مع 4 بيضات متدحرجين. وطبعا انا بقول الميزانيه دي لاسره 4 مكونه من 4 افراد علشان خاطر ايه نبقى متفقين، عدد الافراد زاد يبقى هنزود مثلا ايه الوجبه شويه. نيجي لتامن يوم عندنا صينيه سمك بقى ورز صياديه، صينيه سمك حلوه كده لذيذه نعملها، ممكن السمك اللي احنا هنجيبه في الاول ما يبقاش سمك بلطي كل الكميه، لا احنا ممكن نقسمه، نجيب مثلا مكريل اللي هو المجمد ده برده سعره حلو يعني يعتبر، او ممكن نجيب واحده بوري كبيره، بس هو البوري المشكله اللي هو سعره عالي قوي عشان الفسيخ وكده، فممكن برضو نعمل صينيه السمك من البولتي، مش هتقولك لا، تتبيله حلوه كده جميله، ونفتحه سنجاري ونحط بقى الايه الحشوه على السمكيه مع البطاطس ورز صياديه، والله بقى على الجمال. دي بقى مش محتاجه سلطه لان هي اصلا التتبيله فيها بقى طماطم وفيها فلفل وفيها ليمون وفيها البطاطس، فممكن ما نستخدمش سلطه في اليوم ده. تمام، فول مدمس، احنا هنجيب فول بقى طبعا من عند العطار برده وهندمسه في البيت، هنعمل شويه فول بالطماطم والله بقى جنب شويه بتنجان مخلل هيبقى طعمهم زي العسل، بطاطس مهروسه وبيض مسلوق وسلطه، البطاطس بقى هنجيبها كده ولما تيجي تسلقيها اسلقيها الواحده بوحديتها عشان خاطر لما بتقطعيها مكعبات بتشرب ميه كتير وبتبقى طعمها مش الطف حاجه، لكن لما تسلقيها الواحده بوحديتها كده بس طبعا تكوني مقشراها عشان هتبقى حجمها كبير، ممكن تجيبي البطاطس اللي هي حجمها صغير دي وتسلقيها بالقشر لو انت حابه، بس تغسليها الاول، ونسلق بقى معاها بيض وشويه سلطه كده ونعمل احلى سندوتشات او نغمس براحتكم خالص. بعد كده بقى نعمل صينيه فراخ بالطماطم والبطاطس. تمام، الفراخ بتاعتنا هنعمل جنبها شويه رز واحده واحده، مش هنستخدم بقى شعريه النهارده، هنستخدم رز واحده واحده علشان خاطر يتعمل معاكي بسرعه، غطي الحله وانت بتحمري الرز، يعني مثلا انا هعمل دلوقتي 3 كوبايات من الرز، هاخد 1 كوباية واحمرها كده في معلقه سمنه او معلقه زيت، شوفي انت بتعملي الرز بايه، غطي بقى الحله علشان خاطر الرز الواحده الواحده دوت بياخد وقت كتير قوي على النار عقبال ما يستوي، فعلشان خاطر ما تقعديش تقلبي وتزهقي منه ويبقى بالنسبه لك الرز واحده واحده ده صعب جدا ومش بعمله تاني، لا غطي الحله، لما تغطي الحله هيتحمر معاكي بسرعه جدا، هتلاقيها هي اتحمرت معاكي، تنزلي بقى بقيه الرز اللي انت غسلاه وتقلبيه وتحطي الملح وتحطي الميه وتسيبيه بقى كده يتشرب ويستوي على نار هاديه. اليوم ال11، لا اليوم ال12، انا كاتبه هنا 11 مرتين، اليوم ال12 نعمل بقى ايه بقيه اللحمه بقى المفرومه، احنا عندنا ربع كيلو لحمه مفرومه في الفريزر، طبعا انا هنا كاتبه هنا فراخ وتحتيها على طول لحمه، انت طبعا مش هتعملي كده، انت هتحاولي اللي انت تنوعي علشان خاطر ما يبقاش يومين ورا بعض على طول لحوم ويومين ورا بعض اكل شعبي، انا مجرد ما انا كاتبه الافكار وانت ترتبيها زي ما انت عايزه. باقي اللحمه اللي هو ربع كيلو هنحط عليه شويه كده شويه حلوين من البرغل، يعني حوالي 1/2 كوباية أو 1 كوباية، وهنعمل احلى كفته وشويه مكرونه شويه سلطه لو موجود خضار، لو مش موجود خضار يبقى خلاص شويه مكرونه كده وتعملي جنبيها شويه شطه هتبقى لذيذه قوي. تمام، ندخل بقى على اليوم ال13، هنجيب كرومبايه بقى وسط، احنا دخلنا بقى في اسبوع جديد فمعانا فلوس فهنقدر اللي احنا نشتري بقى بقيه الخضار بتاعنا، وزي ما اتفقنا ان احنا مش هنجيب الخضار بالشهر، احنا هنجيبه على مدار الاسابيع علشان خاطر ما يبص مننا ويدبل ونرميه.
هنجيب كرنباية وسط كده، وعندنا فراخ في الفريزر زي ما اتفقنا، هنطلعها ممكن نعملها فراخ كده بالبيض والبقسماط، او ممكن نخليها خالص ونعملها زي البانيه زي ما انت عايزة. ممكن كمان الفراخ تطلعي منها بانيه، طالما جايبه 3 فرخات ممكن تطلعي برضو منها بانيه حوالي كده، مثلا كل واحد قطعه بانيه يبقى 4 قطع من البانيه. يبقى معانا كرنبايه وشويه فراخ، وممكن نحط جنبيها شويه ملوخيه لو انت حابه. اليوم ال14 يبقى هنعمل شويه قرنبيط حلوين كده، القرنبيط طلع الايام ديت حلو قوي، ومش شرط لما تجيبي القرنبيطه تعمليها كلها، لا اعملي نصها عشان خاطر ما تبقاش كبيره عليكي، وشيلي النص التاني في الفريزر اعمليه في يوم تاني. تمام، اليوم التاني بقى دوت هقول لك تعملي بيه القرنبيط ايه. قرنبيطه مع شويه بطاطس مسلوقه هتبقى لذيذه قوي. الخلطه بتاعه القرنبيط هنعمل بيها البطاطس المسلوقه، يعني بعد ما تسلقي البطاطس ما تهرسيهاش، قطعيها شرايح واعمليها بطاطس بانيه زي بتاعه القرنبيط بالظبط، بالخلطه بتاعه القرنبيط. تمام كده، تمام، عملناها مع بعض كتير يعني. لو في سمك تاني، او ممكن هنا السمك دوت اختياري مع النوع اللي هو بتاع الصينيه، لو انت مش عايزه تعملي صينيه ممكن تعملي السمك كزبريه، تبقى طعمها حلو قوي 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 مع رز احمر، خطيرة. برضو ينفع بالسمك البلطي، مش هيقولك لا، هتقطعي السمكية نصين وتقليها وبعد كده تحطيها بقى في الخلطة بتاعت الكزبرية، بتبقى خطيرة. لو مش هتشطة كمان هتبقى زي العسل. معانا فراخ طبعا، ممكن ناخد الدبابيس بتاعت ال3 فرخات ونجمعهم كده مع بعض ونعمل يوم كنتاكي ورز اصفر، ويبقى دلعنا الولاد وما حرمناهمش من اي حاجة خالص. عندنا بقى جلاش باللحمة او بالجبنة، طبعا ما عندناش لحمه عشان احنا عملنا مكرونه بالكفته، فمش هيبقى عندنا لحمه، فممكن نعمل الجلاش بالجبنه، وانا كنت قصدي ان انا اكتب بالجبنه لكن كتبت باللحمه، مع شويه سلطه هتبقى حلوه قوي. او ممكن شويه جلاش بالخضار، هنجيب طماطمايه مع بضايه مع فلفلايه مع مثلا ملح وفلفل اسود وشويه حليب كده، ونروح مقلبينهم مع بعض وعاملين حشوه جلاش بالخضار، هتبقى طعمها حلو قوي. لو عندك شويه بسله وجزر شوحيهم على النار برده، تبقى بالخضار طعمه حلو قوي. تمام، هنعمل بيتزا ببواقي التلاجة. عندنا حته جبنه رومي، لو احنا جبنا جبنه رومي في اول الشهر ممكن ايه نحطها في قلب البيتزا. عندنا شويه موتزاريلا في الفريزر، وهكذا نعمل نعمل بيتزا باي طعم احنا حابينه. عندنا صدر فرخه الولاد مش عايزين ياكلوا، فادوركي مثلا فتنسليه كده وتشوحيه على النار وتحطيه على البيتزايه، يبقى معاكي بيتزا بالفراخ زي ما انت عايزه. معانا بقى بتنجان رومي، هنعمل بقى ايه يوم بقى كده اكله شعبي حلوه بقى كده، عباره عن ايه بتنجان رومي وفلفل وطماطم وشويه اللي هي الخلطه بالثوم ديت، هتبقى خطيره قوي. ما تحطيها على البتنجان بيبقى طعمها حلو قوي. كمان ممكن تعملي سلطه بابا غنو، وبتاخدي البتنجانيه من الكيلو البتنجان اللي احنا جايبينه دوت، وتعملي شويه طحينه كده، هتبقى لذيذه قوي مع البتنجان. سلطه بابا غنوج بتبقى طعمها حلو قوي. ممكن نحمر بطاطس، ممكن لو عندنا جبنه قريش نحط شويه جبنه القريش على الطماطم، لو عندنا فول نعمل شويه فول مثلا بالسمنه مع اليوم دوت. بصي انت هتلاقيكي بتنوعي كده طول ما الحاجه موجوده عندك في التلج. نيجي اليوم اللي هو ال19، هو المفروض ان اليوم ده ال20 مش ال19. لوبيا مع رز بالشعرية. اللوبيا اصلا بقوليات، فممكن تستغني عن اليوم اللي فيه بقوليات زي اللحمة والفراخ والسمك، ونستخدم اللوبيا. اللوبيا والعدس والفاصوليا البيضة بقوليات يا جماعة، والحمص كمان. فممكن اليوم اللي هو انت هتعملي فيه لحوم تستغني تماما عن اللحوم وتعملي الحاجات دي، الحاجات دي نباتية، فهتديكي نفس القيمة الغذائية بتاعت اللحمة. فلوبيا مع رز بالشعرية وشوية سلطة او شوية ليمون معصفر. عندنا بقى 10 ايام، ال10 ايام هنختار منهم اكلات من هنا، تمام، من الاكلات اللي احنا عملناها قبل كده. زي مثلا يوم القرنبيط، احنا ما عملناش القرنبيطه كلها وشلناها في الفريزر، بتطلعيها تعمليها بالصلصه بتبقى خطيره، تعمليها بالبشاميل ومش شرط لحمه بتبقى برضو خطيره. عندنا مثلا عندنا دقيق، فممكن نعمل يوم مثلا فطير ونقضيها مثلا فطير وجبنه قديمه وشويه عسل كده، هيبقى حلو قوي. كل واحد فطيره بتاعته يتصرف بيها زي ما هو عايز، وهكذا. عايزه اقول لكم افكار كتيره جدا، بس انت لو فكرتي وحاولتي تدبقي الدنيا وتيسري امورك هتلاقي كل حاجه عندك تمام وزي الفل. بالنسبه للفطار وللعشاء، احنا قلنا بقى اللي احنا هنجيب بقى الخضار، وكمان معانا 800 جنيه. طبعا 800 جنيه كلهم مش هنجيب بيهم خضار بس، لا احنا هنجيب بيهم كمان
جبنة، هنجيب بيهم مثلا لبن، هنجيب بيهم مثلا شوية حاجات تانية ناقصانا على حسب يعني. يعني ال 800 جنيه لو قسمتيهم كل اسبوع 200 جنيه هيقعدوا معاكي. وطبعا 200 جنيه احنا مش هنجيب بيهم خضار، يعني كتير 200 جنيه على الخضار، لان احنا هنجيب خضار بكميات قليلة، يعني زي مثلا 2 كيلو بطاطس، 2 كيلو طماطم، نص فلفل، كيلو بتنجان، لو احنا هنعمل محشي بقى هنجيب مثلا كرنباية وهكذا. فال200 جنيه ممكن نجيب بال100 خضار، وال100 التانية نجيب بيها جبنة، نجيب بيها لبن، نجيب بيها مثلا حاجات من الحاجات ديت. وطبعا الدقيق معانا متوفر وموجود، يعني ممكن في اول الشهر تعملي حسابك ان انت تجيبي مثلا 3 كيلو دقيق عشان تشكليهم على مدار الاسبوع، على مدار الشهر 3 كيلو دقيق، هتعملي منهم مثلا اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، هنعمل منهم شويه بقسماط، هنعمل باتيه، هنعمل قرقيش، هنعمل قرص، والكلام ده قلته لكم امبارح، هنعمل منهم مثلا كيكه، هنعمل منهم عجه هتطلع رهيبه. اليوم بتاع احنا عندنا بيض، فممكن نعمل عجه بالبيض، عايزه اقول لك روعه، لازم تجربوه. فانت لو حسبتيها صح هتلاقيكي بتعمليها صح، فربنا ييسر لكم اموركم ان شاء الله باذن الله. استنوا الميزانيه اللي جايه هتعجبكم جدا جدا جدا، انا واثقه. وشكرا جدا على الكلام الجميل اللي انتوا بتكتبوه لي تحت في الكومنتات، ربنا يديمكم نعمه في حياتي، امين يا رب العالمين. عايزه اقول لكم بقى ان انا عامله اكله كده النهارده لذيذه جدا، اكله مكونه من 3 حروف، لو انت شاطره اكتبي لي تحت في الكومنتات ايه هي الاكله اللي انا عاملاها. بس فكري شويه، فكري شويه، ها هي اكله يعني ولا شتويه قوي ولا صيفيه قوي، بس هي مكونه من 3 حروف. فاستناكي في الكومنتات تكتبيها لي هي ايه الاكله لو وصلتي معايا لحد هنا. بحبكم في الليل، والسلام عليكم.